صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين حتى في ليلة شهادة الكاظم نسلم على الحسين. الحسين وما أدراك ما الحسين. يلا سلموا على الحسين في عزاء ابنه وحفيده الكاظم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين. السلام على المعذبين في قعر السجون وظلم المطامير صاحب السجدة الطويلة والمناجاة المتصلة والدموع الغزيرة ذي الساق المرضوض بحلق القيود. السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف يا ليتنا كنا لكم الفدا فنفوز فوزا عظيما. يا ابن النبي كم أظهرت معجزة في السجن أزعجت فيها الوغد غارونا. وكم بك الله عافى مبتلا ولكم شافى مريضا وكم أغنى فيك مسكين. لم يلغك السيف عن هدي وعن نسك إذ لا تزال بذكر الله مفتون. وكم أسروا بزاد أطعموك به ثم فأخبرتهم عما يسروا. يلا شباب يقول وللطبيب
الطبيب للطبيب بسط الكفة تخبره. هذا على الجسر إخواني، هذا مو بالسجن، إجا الطبيب النصراني الإمام ميت فبسط يده للطبيب يقول له يا طبيب شوفني ترى أنا غريب ما عندي عشيرة، وفرك يده طلعت علامات السمع على يده، قال هل لهذا الغريب من أهل أو عشيرة فليطالبوا بدمه فإن الرجل مسموم. وللطبيب بسط الكفة تخبره لما تمكن من غسوم تمكينا، يقول بكيت بكت على نعشك الأعداء قاطبة، ما حال نعش له الأعداء باكونا، والله ما حال إلى الأعداء يبكوا على الإمام، أنت ما ترفع صوتك ما يصيرها، ما حال نعش له الأعداء باكوا. هلا هلا بي هلا بي عافية عافية. كم جرعتك بنو العباس من غصص تذيب أحشاءنا ذكرا وتشجينا. هلا هلا بيك صيح. قاست ما لم يقاس الأنبياء وقد لقيت أضعاف 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 ما كانوا يلاقون. يقول الكاظم الكاظم تظل مصيبتك كلفة وعجيبة، والله عجيبة عجيبة مصيبة الكاظم. الكاظم تظل مصيبته هضمة أو عجيبة، أنبياء ما مروا بهاي المصيبة، ويوسف يوسف انفك سجنه وتلاقى بحبيبه، وموسى حتى جنازة شالت غريبة. اي والله يوسف انفك سجنه وتلاقى بحبيبه حبيبه، وموسى حتى جنازة شالت غريبه، والله موسى حتى جنازة شالت. أريد أريد نعيش عبد مع مسجود. أريد مو أنا هذه وظيفتي أبتشيك على الإمام، بس أنت عطني قلبك ها أوريك مصايب اللي مر بيها الإمام. ها أريد نعيش عبد مع مسجود على المات بسجن هارون مسموم، والله لكن أقول تخف الهموم ما قضوا من الماي محروم، والله ما قضى ما قضى زلزلها زلزلها ما قضى الماي محروم. اي والله ما قضوا من الماي محروم، ولا داست على صدره بعد موته القوم، والله ما داست على صدره بعد موته القوم. وين احباب الحسين؟ يقول ولا مات مثل حسين مظلوم، والله ولا مات مثل حسين
بعد بعد هذا واجبها. أريدا وريدا كم تونون، أريدا وريدا كم تونون تونون على المسموم مات بسجن غارون، والله قضى عمره غريب ومات مسجون، والله قضى عمره غريب ومات. يقول وريدا بعد ركبان يمشون لعيد قبر النبي وعنده ينزلون، يصيحون يا مقبره ويحشمون، وين الهواشم ما يحضرون، والله وين الهواشم ما يحضرون، وين يروحوا؟ يقول لعد باب السجن كلهم يصيحون، وعد موسى ابن جعفر يوقفون، يشيعون نعشة وبيحفون، يشيعون نعشة وبيحفون، يغسلون ويشيعون ويدفنون، والله لكن صيحة وتجري العيون لعيون، والله العيون والصيح بغضب والقلب محزون، ما شاف في الدنيا ولا ساعة. بسجن مظلم ما يعرف نهار من العشية، والله بسجن مظلم ما يعرف نهار من العشية. عافية عافية. الله يا جماعة كم سنة بقي؟ قيل 15 سنة، قيل 13 سنة، قيل 17 سنة. هنا الإمام سلام الله عليه خرج وما لبث أن عاد إلى سجن الفضل بن يحيى، وهناك فسح عن الإمام شوية، عطوه شوية راحة، لكن هارون سمع وجلده 100 صوت، قال وين نودي؟ قالوا له إلى سجن السند ابن شاهك. وأنا شفت واحد من العراقيين يوم كنت أقرأ عند الإمام الرضا يوم من الأيام، قال إحنا آباءنا يحكوا لنا عن ديك الطامورة، شون طامورة؟ يقول لي 40 عتبة تحت الأرض، قبو هالأيام مو مثل قبو، تحت الأرض 40 عتبة طامورة لا يرى فيها ضوء ولا منفس للهواء، فبقي الإمام فيها هناك يصلي ليلة يصوم نهارا. يما أنا الكاظم غريب حالتي مرة، أنادي من وسط سجني حضريني يا زهر. ليش ما أسمع صوتك عيني؟ أنادي من وسط سجني حضريني يا زهر، كسر الضلع والمسمار والعصر ولطم لعيون، حرق الباب والمحسن مصيبة اللي أبد ماته، هم السبب يوم الخلتني أظل مسجون، تعالي بسجن حضريني نظريني ولو ناظر. يا يما 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 حضريني يا زهرة، حضريني يا
ليش ما اسمع صوتك مرة ثانية؟ ها يا يما يا يما هذه للشاعر علي كويل الله يحفظها. يا يما يا يما حضريني يا زاق ارد احكي لك احوالي واقول لك يما ظلموني مثل ما هو اللطم خد على خدي لطموني مثل ما تنك اثر بس على متني يضربوني قدام اهلي واصحابي وعيني تهمل العبرة. يا يما يا يما يا يما هلا بالاصوات يا يما يا يما يا يما يا يما حضريني. هذا راح يألمك هذا البيت. الله يحفظ علي كويل وصادق سويد وشعراء البحرين وشعراءنا كلهم على راسي. إن ذكرت أحد ونسيت أحدنا ظلم السجن يما والله ظلمة ظلمة يا جماعة ما بي نور. ظلم السجن يما أتمنى تحاضري ضوي لي بنوارك وبأي حال شوفين وين يا ولادي وينك وسط طامورة والأعداء بسلاسلهم مقايديني متحسر على أولادي السجن. ما يعرف الكلام اللي ضاق السجن. ها أعيد هذا البيت. ظلم السجن يما أتمنى تحضريني تضوي لي بنوارك بأي حال شوفيني. آه آه يا مهدي عجل فرجك يا مولاي. شي يقول الإمام؟ يقول بوسط طامورة والأعداء بسلاسلهم مقيديني متحسر على أولادي متحسر على أولادي وقلبي يجذب الحاس. بعد اريد اقرا هذا البيت. اجاد الشاعر بهالبيت شي يقول؟ تعالي لي سليني اجبري خاطر المكسور الاعصاب على راسك نشفي دمعي المنثور ظلم السجن يما وضلعك ما اشوف النور تعالي لي شوفيني ساقي من الدمع حمرا. يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما يا حضريني حضريني رجال نساء انت ابو زهراء اخواني. يا يما يا يما هلا بصوتك. يا يما يا يما حضريني يا زهر ضيقوا عليه اشد تضييق وأعظم من ذلك قيدوا رجليه ويديه بأرطال من الحديد فكان السجانون يستدلون عليه بخشخشة الحديد
دخل عليه موسى ابن إبراهيم المروزي، هذا من أحد أصحابه يكتب علومه، دخل على الطامورة فاحتار إلى أين يمضي، أين الإمام؟ يقول كان الإمام يصلي، لما انفرغ الإمام من الصلاة وإذا بهذا الرجل يسمع خشخشة حديد وسلاسل، ورجل متوجه إليه ضمه إلى صدري قل اشحال الحريم رجيت منهم، والله عطني خبر هالساعة عنهم. يلا شباب اي والله عنهم، قال من رحت مولاي عنهم صار البكا والنوح فنهم، والله صار البكا والنوح. اعذروني الليلة أوديكم مكان، اعذروني الليلة أقرأ لكم أبيات على غير المعتاد. يسأل عن أولاده واحد واحد، أولهم الرضا والقاسم وفلان، بعد عندي بنية مدللة مثل سكينة مدللة الحسين، رقية مدللة، الزهرة مدللة، كذلك زينب. تسأل عن من؟ فاطمة المعصومة، صغيرة خليتها وغايب عنها 15 سنة، يا مولاي البنت دا تفارق أبوها إيش حالها؟ محلى الأبو محلى الأبو ومحلى حنان. يا أهل البيت كم يتيمة خليتوا، والله محلى الأبو ومحلى حنان. أبويا ينشرح صدري بأذان، أريد يجيني مثل أول يخليني بوسط حجرة. أريد أقرأ هذا البيت، أريد من عندك زفرة. ويمسح على رأسي ويسالف عن أمه الزغرة. أبوي عريدة غير الأبو ماري، يلبسني ثوبي جديد ومن حولي رجالي، بويا البكا شيفي لو جاني يوم العيد ولا اشوفك اقبالي. اسمع هذا البيت، أتي التميم زغري يا وردة في عمري، يا أبويا يا أبويا يا للمعصومة للمعصومة. أرفع أرفع أرجوك أرجوك للمعصومة، يا أبويا يا أبويا. هذا البيت راح يألم قلبك، وإن شاء الله ماكو مرة تسمعني وعدها يا تامها. تقول محلى الأبو في البيت يحضني لا مريت، ياخذني بأحضان ريت يريد يا ريت يرجع إلي، ولا ظل حيران. ليش يا معصوم يتيمة يسموني ومنا يحرموني، يا أبويا يا أبويا يا وين أحباب المعصومة زيارتها بالجنة، يا أبويا يا يا أبويا يا أبويا يا. الناس ضاقت صدورها، دخل على الإمام علي بن سويد مولاي متى الفرج؟ قال لقد قرب الفرج. وإحنا متى فرجنا يا مولاي؟ إحنا متى فرجنا يا صاحب الزمان؟ 15 سنة ضاقت الصدور، أما إحنا نقول علامة علامة، راعي الثار ما يظهر
على وينشر لليتانون على ما نسب متون عمات على ما لبن غند الرجس راح سبيه والله لبن غند الرجس راح سبيه هلا بيك هلا بيك على الفرج يوم الجمعة على جسر الرصافة ببغداد بشر الشيعة خرج علي بن سويد يدق الأبواب بابا بعد باب قال ما الخبر قالوا قال الفرج عن إمامكم تزينوا البسوا الزينة كحلت النساء شكت الرياحين لبس الرجال ثياب الزينة ينتظرون خروج الإمام ولكن السن ابن شاهق قدم لإمامكم سم النقيعة في رطب مسموم فذاق منه الإمام 10 رطبات فتقطعت أحشاءه وبقي على فراش المرض فلفاه بالرداء كما في الروايات وجلس السجانون على وجهه إضافة إلى حرارة السموم اختنق الإمام وفاضت روحه صح ونادي وسيدا يا الله ما أقدر أختم امهني له دقيقتين ها وإذا الناس تنتظر يسووا الآن لفوا في بردته وإذا بأربع حمالين يحملون الجنازة عامر الطاغت شيل بن جعفر حمامي شال الجنازة ولا مشيت خلف رجاء الدباب ذاك الجسر وبرجل الزناجل وعلى الجسر مطروح يا موسى بن جعفر بينما الناس تنتظر فتح الباب 4 يحملون جنازة رجل نحيف ومن خلفهم رجل خامس يحمل السلاسل والحديد عظم الله أجوركم طرحوها على الجسر صاح عادي ألا من أراد أن يتفرج على إمام الرافض هذا موسى بن جعفر قد مات حتف أنفه وإذا الكل ينظر للآخر صار الضجة هناك هذا موسى بن جعفر فرأوا نصرانيا يلطم على وجهه وعلى رأسه قال له أحدهم يا هذا الميت ليس بمسيحي هذا الميت مسلم بل إمام المسلمين قال أنتم لا تعلمون كم كان يطعمني ويسقيني ويشفق علي فأنا أعظم منكم مذكول هذا اليوم فبقي الجنود يرفسون جسد إمامكم ومنعوا كل يد تصل إليه ويلي يا ويل مصيبة زلزلت للكون كله والله كله يا ناس يا ناس يقول ميت ولا شاله ويا ويلي عنا قيوده اي حتى العدو الشام اي دموعه تجري بخدوده يلا شباب ليت الختام اصبحت بغداد كلها على الجسر متجمع هذا متشمت وهذا فوق خدايا مدمع واح قلبي ولن جنازة على حمامي
وفوق ذاك الجسر دبا ومهجتك يا مرتضى. أين المنادي وإمام؟ أين المنادي ومسموما؟ أين المنادي ومصيبته؟ رحم الله من نادى وإمام. شافي مرضانا يا الله، فك أسرانا، اقض حوائجنا، تقبل أعمالنا. ليلة إن شاء الله المبعث الساعة 8 بإذن الله نكون بخدمتكم. الساعة 8 ليلة مبعث الرسول، تقبل من المؤسسين عملهم، لموتى الحاضرين والمؤسسين والعلماء والشهداء. الفاتحة مع الصلوات.